تكفلت الحالة في أول نص ساعة قبلنا، تدرون ولا لا؟ أقسم بالله تشكرون، والله يكتب أجركم واحد واحد، والله تراها لكم عند الله سبحانه. كن فرحتوا هذا الرجال اللي له سنة ومدري وشهرين في المسجد، الله يبيض وجهكم. مساء جميل على الجميع، تمرين قبل الفطور في نادي متواضع. إيش رأيكم في الإضافة الجديدة اللي حبيت أشوفه؟ شوفوا بس باقي فيه، شوفوا باقي في حاجة تصفطها بس. شوف هذيك اللي هناك باقي مسلسل جمع غزال توني طايح فيه اليوم. آخر شهر والله يبطل على شاهد. طبعا أنا أتابع يمكن 6 مسلسلات على شاهد، كل 5 مصرية وواحد لبناني، 2020 لبناني حق نادي الجيم. هذا بطل والله. قولوا علمون ايش سوالفكم؟ ايش حقت الكورونا بعد؟ دخلتوا سولف الكورونا بعد؟ ايش مواضيع حقت الكورونا اللي سولفتوا فيها؟ ايش يعني؟ كلاب بتقوم الكورونا. ليش واليوم؟ اليوم لا. وش فيها؟ عشان لو دشيت ولا الباب ايوه يجي الكورونا واموت بلا باب. ده بسم الله عليك. بعدين مصير الكورونا. طيب يعني اليوم نايمه وبكره بتصحى من النوم؟ يعني هذه سوالفكم اللي كانت موجوده في في, في دباب هذا. اها طب ايش رايك تقوم انت تدخل عند امك تشرب تاكل لك مكرونه وشوربه وتسكت من ذا السوالف؟ انت ليش تتكلم تقعد تقول لي هذا الكلام؟ هذا السوالف كلها انت تقولون ذا الكلام، انا ما قلته. لا والله تجي عندنا انا سوالف. عندي اليوم ولكم اعلان مو بفخم، اللي بعد الفخم بعد. شوفوا عندنا باكيجين، في باكيج ذهبي وفي باكيج مميز. الباكيج الذهبي فيه 3 عطور شعر بروائح بطلة، حلو، ويجي معكم ويجي معها كذا هنا كسر العود، ويجيكم مبخرة شعر حلوين. طبعا تجيكم بوريكم لما افتح المبخرة بتشوفونها. هذا الذهبي، شوفوا المميز عندكم، يجيكم هنا 5 عطور شعر ويجيكم 2 عود ومبخرة، وعندكم بعد هنا عود. طبعا أبعلمكم بأسعارها، وأهم شيء لو جيت تشتري شيء حط الكود عشان يخصم لك 20%، لا تنسون أهم شيء الكود. هذه المبخرة طبعا الراس هذا يجيكم للبنات عشان بيدخلون شعرهم كذا جوا، وفي راس ثاني للشباب. طبعا في لونين، يجيكم اللون هذا ويجي اللون، دقيقة خلنا نطفيها،